ترويح اليوم كانت فجائية، يعني أنا مش متوقع إني أروح، كان حكمي متوقع إنه كبير وكنت محكوم مدار الدين، يعني كنت أتوقع إنه لسه أقضي حكم بالسجن، بس اليوم روحت ترويحة فجائية، يعني اليوم رجعت عند عيلتي وأهلي وحبايبي وإخوتي، وأنا متفاجئ كتير يعني بهي الشغلة، ويعني أوضاع السجون هي ممنوع عليك يكون بالسجن، أوضاع السجون تحت الصفر. وضع السجن دائما قمعات وضرب وإهانات وكل إشي يعني بصير بالسجن مش مزبوط، يعني بيعتدوا علينا بشكل وحش، بيعتدوا علينا يعني ضربات الوجه هون كسروا لي منخاري وصدري غاز كله، يعني مش قادر أتنفس من الغاز. أنا ما توقعتش إني أطلع من السجن، أنا توقعت إني أقضي حكم 5 سنين، بعدين أنا يعني متفاجئ إن أنا هلأ حر بين أهلي وإخوتي وحبايبي. يعني هلأ انا لا مريض بالسكري، بس ما كانوش يقدموا لي علاج ولا يقدموا لي شيء، كنا نضلنا بالغرف مرميين، ينزل الدم من روسنا وينزل الدم من الشباب اللي معي، ما كانوش يعطونا علاج. كان يجي الحفيش عندنا يقولنا حدا بده دواء هون، نقول له هذا الشاب صار له 3 ايام مرمي وراسه مفتوح، بيعمل لنا ممتاز وبضل رايح، بتركنا مرميين ولا علاج ولا شيء. وقضينا 51 يوم نايمين على فرشات الشباص، فيش حرامات ولا شيء، والشبابيك كلها ساقعه علينا، ويعني ما عرفناش ننام، وكل الشباب مرضوا، يعني لا نظافة ولا اشي، الحمام ما كانوش يطلعونا نتحمم، اخذوا لنا اواعينا كلياتها، يعني بدك تغير لباس داخلي على الفاضي فيش، بدك تتطهر عشان تصلي فيش، يعني النظافة عندك اظافر فيش، كمان فيش ولا اشي بعطوك لتعمل اشي تطهر فيه ولا اشي. خلال 51 يوم صار معنا كل هذا الاشي، نزلنا زنازين، نزلينا، انضربنا، كل اشي صار فينا، يعني كانوا ينزلونا على الزنازين نقعد ايام بالزنازين فيش حدا بتطلع فينا، يعني كانوا يعني نحكي للسهير ننادى عليه نقول له بدنا ناكل، يقولنا كلوا، يرشنا غاز، كان هذا اللي طعمينا اياه. وانا هلا برا يعني بدي اطلع المستشفى اتعالج، لانه صدري هون ما بقدرش اتنفس منه، لما انام بتنفس من مناخيري بتنفس من تمي. الله يفرج على جميع الاسرى، لانه يعني واحنا مروحين برضه اخذوا لنا اواعينا، اخذوا لنا اواعينا اللي كنا لابسينها، اعطونا الاواعي هدول، اعطونا الاواعي هدول تبعون الشباص، فش يعني روحنا بدون اواعي، روحونا فيهم والدنيا ساقعة، وعذبونا بالترويحة، ضلوا يهنونا ويسبوا علينا ويحكوا لنا كلمات يعني بتلتفظش، واهانات مش طبيعية كانوا يعملوا معنا. قوات الاحتلال يعني محوطة البيت وفيش مجال لحدا يدخل عندي ولا حدا يجي يسلم علي، من ناحية يعني ولاد عمي صحابي فيش حدا جاي يسلم علي، قوات الاحتلال محوط البيت جميعه مش راضين يخلوا حدا يدخل عندي، واي حدا بده يدخل الدور بتهجموا عليه.